إذا نزلت عليهم المصيبة، إذا حل بهم البلاء. قال صلى الله عليه وسلم يحكي عن أحد أولياء الله تعالى، عن نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نزل به البلاء وحل به المرض والمصائب حتى فقد أهله وأولاده، ومن شدة أمراضه رفضه القريب والبعيد إلا رجلين من أصحابه كانا يغدوان عليه ويروحان. وفي يوم من الأيام قال أحدهما للآخر: ألم ترى إلى أيوب لم يرحمه الله؟ ألم ترى إلى أيوب أي ذنب أذنبه؟ قال: وما ذاك؟ لم تقول ذلك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله. 18 سنة وهو في البلاء، وهو في المصاب والمرض. فلما أقبل على أيوب لم يصبر الرجل حتى أخبر أيوب عما قال صاحبه، وقال: إن فلان يقول كذا وكذا. فقال أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: والله ما أدري ما تقولان، يعني أنني أحسب أني لست كذلك، أن الله عز وجل لم يفعل بي ذلك عقوبة، بل لعله من الابتلاء، وإني كنت أرى الرجلين يتلاحيان فيذكران الله، تقع بين الرجلان بين الرجلين خصومة ويذكران الله حين الخصومة، وأيوب يسمعهما، فمن شدة خوفه وخشيته وتعظيمه لله كان يذهب فيكفر عنهما، قال: رغبة أن يذكر الله في غير الحق. من تعظيمه لله إذا رأى رجلين يختصمان فيذكران الله، يعني يحلف أحدهما ثم يحلف الآخر، يذهب فيكفر عنهما لأنهما ذكر الله حين الغضب. هذا من خشيته لله وتعظيمه لله، ومع ذلك بقي 18 سنة في البلاء والمصيبة. قال صلى الله عليه وسلم: وكانت امرأته، هذه الزوجة التي بقيت له، كانت تأخذ بيده إلى الخلاء ثم تذهب عنه بعيدا تنتظره حتى ينتهي من قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام. وفي يوم من الأيام تركته فأبطأ عليها، أبطأ عليها أيوب عليه الصلاة والسلام، وأوحى الله عز وجل إليه أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. أمره الله عز وجل أن يضرب الأرض، فأخرج الله عز وجل له الماء، وأمره أن يغتسل منه ويشرب منه، فعافاه الله عز وجل وشفاه، فرجع من ساعته كيوم كان قبل المرض.
فلما رجع إلى زوجته وهي تنتظره قالت له يا عبد الله، وهي لم تعرف، قالت يا عبد الله أما رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله ما رأيت أشبه منك به حين كان صحيحا. الله أكبر. تقول أما رأيت نبي الله المبتلى؟ والله إنه كان يشبهك لما كان صحيحا. فقال أما إني هو، أنا أيوب، قد شفاني الله وعافاني. وكان لأيوب عليه الصلاة والسلام أنذران أرضان من القمح والشعير، كان يزرع فيهما القمح ويزرع في الثاني الشعير. فأمر الله عز وجل السحاب فأمطر على أندر القمح الذهب حتى فاض، ثم أمر بالسحاب أن يمطر على أندر الشعير الفضة حتى فاض، فأبدله الله عز وجل أهله ومثلهم معه رحمة من أبدلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.